الرحمن الرحيم، معكم عمر سليم. دلوقتي هنشوف تطبيق من تطبيقات التابلت اللي هو بيم اكس ده. برفع المشروع بتاعي على السيرفر، وفي بعض الادنس اللي تحول المشروع بتاعي لبيم اكس، سواء اللي كان ريفيت او كان اركيكات. بقول له افتح المشروع، فبيبدأ يفتح الموديل. بقول دي كل اللوحة اللي اقدر ابص فيها، سكاشن ليفيشن، يعني ممكن اقول له عايز السكشن الفلاني، يفتح السكشن. وانا في قلب الموقع بشايف السكشن، ممكن اقول له لا افتح الموديل كله 3D موديل، تمام. وابدا اتصفح الموقع وابدا اشوف كل اللي انا عايزه في الموقع. زبون طلب منك الشغل عملته له، بدل ما تبعته له يقول لك لا ده مش ده اللي انا عايزه وياخد المبنى ينفذه، ممكن اقول لا ده هذا هو الحاجه، اتصفح امشي في قلب المكان زي ما انت عايز، ادخل في اي حته انت عايزها وشوف المبنى عجبك ادفع الفلوس، تمام.